راح نترشح لعهدة جديدة 2021-2025 إن شاء الله. الأولويات هي تطوير رياضة النخبة وكذا الرياضة النسوية، يعني من أهم المحاور، ترويج بالقيم الأولمبية، تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، توطيد علاقات الشراكة مع الاتحاديات الوطنية، وتطوير علاقات التعاون مع مختلف اللجان الأولمبية الدولية، استعمال موارد المادية في نحو أمثل، استغلال أمثل لكل برامج صندوق تضامن الأولمبي. كان فيه تزكية لشخصي البسيط إن شاء الله نية ترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية. نظن هذه التزكية تعطيني قوة وتعطيني ثقة وإرادة كبيرة إن شاء الله. فيه برنامج أطروا فيه إن شاء الله، فيه إعادة هيكلة، فيه إعادة تأطير، فيه إعادة نظر، فيه تسيير، في إعادة نظر في يعني المنح الفرق الوطنية والرياضيين ذات المستوى العالي، في عدة خطوط عريضة.